أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلى على الحبيب. الله أكبر. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا صدق الله العظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. عليك.
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. من المؤمنين رجال
الرجال من المؤمنين رجال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا من المؤمنين رجال عنا وإياك منهم يا رب. رجال صدقوا ما عاهدوا وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا وما تهتدوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. الله اكبر.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينادوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال الله الله صل على سيدنا النبي. نعم نعم وكان
قويا عزيزا. وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صل على سيدنا النبي. سيدكم الاخبار عندي شويه. حاضر. لا لا انا سالك مشكله سيدنا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لن تطئوها. وكان الله على كل شيء قديرا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. عصمتك وكمل يعني؟ اه حاضر حاضر. وكان الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. يا أيها النبي الله
حضرة النبي بيخن على حضرة يا عم الحاج عبد الناصر. توصل حضرة النبي يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها يا أيها النبي بالله عليك قل لأزواجك فتوالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن يا نساء النبي صل عليه يا نساء النبي من يأتكن بفاحشة مبينة
يضاعف لها العذاب ضعفين. من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن تبرج الجاهلية الأولى
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. يلا يلا بصر وزده.